السلام عليكم حبيبتي، ان شاء الله تكون كامل بخير والصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد مختلف على العاده، ما كان لا شبيكه لا خياطه لا طيب. خرجت من الكوزينه وكما راكم تشوفوا راجلي خلاني حاصله، عندها قريب سمانه، قال لي وجدي لي الثوم. كي شافها هكا خارجه هاد كما راكم تشوفوا هاد لي غاسين تاعها، قال لي وجديها لي باش نغرسوها. وكي جا في الوقت الصح راح وخلاني، قال لي اليوم البرد ما كاش كيفاش نخدمها، خدميها وحدك. كملت شغالاتي انا وبنتي، جيت هنا كما راكم تشوفوا جبتكم هنا للجنان باش نغرسوها. قلت لي اليوم بربي ان شاء الله لازم نحيها من طريق، خير ما نخليها هكا ياسين وتخسرنا وتروح فيها. وحاجه الاولى البنات واش نديرو، كما راكم تشوفوا كي تشوفوا حبات تاعكم خرجت لكم هذوما هنايا، واش نديرو؟ نحلوها غير بالعقل. فوالا هكايا نحكموها كما راكم تشوفوا هنايا، ونفتحوهم كامل هكايا. فوالا نحلوهم كامل هكا نوجدوهم باش نغرسوهم. هنايا عندي هاد البلا كما راكم تشوفوا فيه باش نغرس فيه الثوم، وهنا عندي هذا ماهوش طرب البنات، هادي لا توب، هادي شريتها عند مول اللي يبيع نوار، اللي يبيع الورد، عند مول بيبينيير، تسيبوها عنده هو يبيعها في صاشيات كبار. وهادي تساعدكم في كي تروحو تغرسو حاجه جديده، هادي مليحه كي تروحو تغرسو حاجه كما كنقولو الثوم الفوج البانه، تسيبو فيها تغرسو بها. دوكا واش راح ندير؟ راح نعمر البلا تاعي هاكا، نعمروهم مليح باسكو علاش كي تسقوها تعاود تهبط. فوالا دوكا واش ندير؟ نجبد حاجه لازم كيما هاكا نبوسي هاكا، ونجبد حبيبات هادوك اللي نحيتهم تاع الثوم كيما راكم تشوفوا. حنا كي نغرسوها هادي تجي من الفوق هادي تجي من التحت، نحطوها هكا فوالا، ونخلو هادي خارجه، نخلوها شويه خارجه، ونزيدو نغطوها بشويه تاع لا فوالا هكا، نزيدو الثانيه نفس الشيء، هادي دائما تجي من التحت، نديرو حفره هكا ندخلوها داخل. فوالا دوكا نعمر كامل البلا تاعي ونعاود نولي ليكم. وانا البنات كما راكم تشوفوا عاود رجعت ليها بعد 15 يوم كما راكم تلاحظوا، شوفوا كيفاش ولات طلعت ما شاء الله. وانا واش كنت ندير؟ شاك 3 جوغ كنت نرشلها الماء، نرشلها باك غير هكا من الفوق، باسكو كيما راكم تعرفوا رانا في الشتا ما تسحقش بزاف الماء. دوك واش ندير؟ نحكم هاد لي ساشي، كاين هاد النوع كاين كبير كاين هاد الصغير، نحكم هاد الكبير قدو كيما راكم تشوفو هنايا من لي ديكوتي هكا، نقبوهم دوك راح نعمرهم بالتراب. وهنا راني نعمر في ساشي تاوعي، نعمرهم مليح نضربهم شمخ باسكو صبت الشتا. لازم نخطوهم هكا باش الطراب يحبس الطراب، انا نقعد نعمر فيهم كامل. وهنا راني عمرت لي ساشي تاوعي اللي نسحقهم باش نحول هاد الثوم فيهم. دوك واش ندير؟ كل ساشي نسيبو حفره هكا صغيره في الوسط هكا، نحكم بحبه كيما هكا هنايا، نحكم بحبه ونعاود نحطها هنايا، نحكم بحبه نخرجهم هكا، نسيب ما نخسرش البلا تاعي. بون هنا راني بيد وحده، لاحظوا هنا البنات هاي خرجت لي راسي تاعها، دونك النتيجه جيده.
فوالا هاني نغرس فيهم. لازم نعمر كامل هاد لي ساشي ونخليهم مده. يا ماما كاش 3 موا هي طول باش تنوض 3 موا هكاك ولا 4 موا. اللي عندهم الضيق يديروا هاد العمليه، هي سهله. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ما مليتوش مني وتكونوا استفدتوا من هاد المعلومات. تقدروا ديروها نتوما وحدكم في الدار، تغرسوها يعني هاد البالكون تحط تغرس كيما درت انا. صافي بليزير كي ترسي حاجه بيديك. واش نقولكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه.